بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. هل التوسع في الولاء والبراء أدى للغلو؟ هو عنوان حلقة اليوم، ويسرنا استضافة الشيخ ونيس المبروك، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياكم الله يا شيخ ونيس، وأهلا وسهلا بكم. الحقيقة ترى اليوم كيف ابتليت الأمة بداعش، ومن قبلها بالقاعدة والجماعة الإسلامية، ومن جيل إلى جيل تختلف المسميات وأيضا العصور، ولكن المتهم فيها دوما بما يقول بعض المتخصصين قاعدة الولاء والبراء. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذا الاتهام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاكرا لكم اختيار هذا الموضوع المهم، وهو موضوع كل ساعة وليس فقط في عصرنا هذا. وهذا يقودنا للجواب على سؤالك، أن خميرة التطرف والإرهاب بدأت مبكرا، يعني من عصر النبوة. فمثل هذه القضايا التي تأخذ أو تستند على نصوص دينية يساء فهمها، وتستند إلى نزعة للغلو والتطرف وإقصاء الآخر، وتصفية ربما حسابات سياسية وغير ذلك، هذه بدأت مبكرا. وربما من أبرز الفرق التي اشتهرت بتوظيف مفهوم الولاء والبراء هي فرقة الخوارج، الذين كانوا يوالون سيدنا أبو بكر وعمر ويتبرون من سيدنا عثمان وعلي. إذن هذه المسألة التي تتعلق بالولاء والبراء وكذا، والحب والبعد، بدأت مبكرا. فأنا لا أقول أن فقط من أبدع في هذا المفهوم ووظفه هو هذه الجماعات التي ذكرتها. هذه جماعات ربما ينظمها عقد واحد، وهي أنت التي أشرت إليها، تنظيم الدولة والقاعدة والجماعة الإسلامية. طبعا على تفاوت فيما بينهم، الجماعة الإسلامية بدأت في السبعينيات، كانت يعني المهم الناظم لهم هو فكرة التغيير بالسلاح، وقبل فكرة التغيير بالسلاح، لأنهم يروا التغيير بالسلاح هو وسيلة، فكرة الحاكمية والخلافة والتكفير، نعم، والتكفير، وموضوع تكفير المجتمعات طبعاً، تكفير الأفراد. هو التكفير هو مقدمة، نعم، لهدفهم، لأنك أنت لا تستطيع أن تقاتل الأنظمة القائمة ما لم تكفرها مسبقا، فهو التكفير هو مقدمة لما يريدون من تحكيم شريعة الله عز وجل طبعا بمفهومهم، وتدمير النظم السياسية الموجودة بتفكيرهم. إذن هذا المنحى هو منحى مبكر حقيقة في تراثنا الإسلامي، لابد أن نعترف بهذا. وكلما توفرت له البيئة، سواء الداخلية الجنينية أو المحيطة بنا إقليميا أو دوليا، وانتشر الجهل وأقصي التوجيه العلمي الصحيح، تنبت هذه المسألة من جديد. طيب أنا أعود بك يا شيخ ونيس إلى لافتة أو عنوان الحلقة، الولاء والبراء. دعنا، لأن الموضوع حقيقة عميق جدا ومتخصص وشرعي، أنا أريد أن تبسطه لسادة المشاهدين، وربما يعني محدثك أيضا غير متخصص في هذه القضية. ما معنى الولاء ومعنى البراء؟ يعني يا ليت تبسطها لنا أيضا. هو ببساطة الله عز وجل تعبدنا باللغة العربية وقت النزول القرآن، فكلمة ولاء وبراء، حتى أبسطها للمشاهد الكريم، الولاء تعني في أحد معانيها المهمة القرب، تعني المحبة، تعني النصرة، القرب، المودة، المحبة، النصرة، وجذرها الثلاثي يدور حول هذه المعاني. البراء تعني الإبعاد، تعني الإقصاء، تعني البغض الشديد، تعني البراءة والمفاصلة، كل هذا هو جذرها الثلاثي. لكن عندما نأتي لشريعتنا الإسلامية، نجد أن كلمة الولاء تتموضع تموضعات مختلفة بحسب استخدامها والسياق الذي جاءت فيه. نعم. مثلا نجد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة الولاية أو الولاء
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. نعم. وليها. فهنا الولي الذي له العصمة والكفالة والرعاية. صح. الولاء لمن أعتق. نعم. عن استخدام آخر، إنما ولي المؤمنين. وهكذا نجد أن الولاية وردت في الشرع ولكنها ليس لها دلالة شرعية قاطعة. نعم. إنما تفهم من سياقها. نعم. يعني الإشكال الذي حدث مع بعض الشباب من بعض الغلاة أنهم يأخذوا هذا المصطلح، نعم، ويضعوه في كل السياقات وكأنه مصطلح شرعي دقيق ينطبق على كل السياقات وكل الحالات، وهذا طبعا مفهوم خاطئ. ومن هنا أوتوا هم. نعم. لأنهم أخذوا مفهوم الولاية ووسعوه أنه يشمل كل ألوان الولاية، كل أنوال المودة، كل ألوان المحبة، وهذا خاطئ، لأن الولاية لها درجات، منها ما هو مباح، منها ما هو محرم، منها ما هو عقدي، منها ما هو وطني، يعني الإنسان تربطه بالكون من حوله وشائج. نعم. هناك إذا قلنا الولاية هي المحبة، هناك محبة الوطن، هناك محبة الإنسان حتى لو كان كافر. نعم. هناك محبة الإقليم، هناك محبة القبيلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أحب عقيل محبتين. نعم. وهو أخو سيدنا علي بن أبي طالب. نعم. ابن عمه. أحب عقيل محبتين، محبة لقرابته، إذن هنا محبة، هذه القرابة. نعم. توجب محبة فطرية. وأحبه لحب عمي إياه. نعم. يعني انظر، يعني مع أن عمه يعني مات كافر، كافر أبو طالب، لكن نعم، ليس فقط يحب أبو طالب. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب عقيل لمحبة أبو طالب له. إذن مفهوم المحبة يعني يأخذ دوائر كثيرة. هذا في جانب الولاء. نعم. دعنا نأتي لجانب البراء والتي فيها إشكالنا. لا، هو الحقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب والبغض في الله كما في مسند الإمام أحمد: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هي هذه مسألة طبيعية، يعني مسألة تدل على الإيمان، أن المؤمن يكره الكفر ويكره الكذب ويكره الظلم، لكن ليس بالضرورة أن يكره الكافر لكونه كافر. نعم. هذا لا يوجد في ديننا، أن يكره الكافر في ذاته فقط لكونه كافر يكرهه. نعم. هنا دخل التعقيد في مفهوم الولاء والبراء، وأحسن بعض الناس توظيفه. يعني هنا ولهذا البراء هو أن تبغض الظالمين. نعم. لفعلهم الظالم، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. نعم. لم يقل أبرأ إليك من خالد رضي الله عنه، إنما قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. نعم. والله عز وجل يقول: فإن عصوك فقل إني بريء مما يعملون. نعم. لاحظ تعبير القرآني، تعبير خصيب ودقيق: إني بريء مما يعملون. فهناك فرق بين البراءة من الكفر والكافرين والظالمين والمستبدين والقاهرين. نعم. والفسقة، أني أنا أتبرأ من هذه الأفعال، ولكن هناك فرق بين أني أتبرأ منهم بمعنى أبغضهم لذواتهم. والحقيقة هناك أدلة كثيرة على. طيب، هنا النقطة، يعني على من يعني تنزل آيات الولاء والبراء؟ هل على المحاربين بما يقول به فريق من الشرعيين، أم يدخل المسالمون فيه وغير المسالمين؟ هذا يكاد يكون، حتى لا أقول يعني إجماع، لأن لكن اتفقت كلمة المفسرين من أهل السنة وشراح الحديث على أن مفهوم الولاء الوارد في كتاب الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. مفهوم الولاء كمفهوم واسع ورد في كثير من آيات الله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن مفهوم الولاء والبراء مفهوم قرآني، لكن الإشكال في توظيفه وفي تطبيقه. فبكل تأكيد
مفهوم الولاء والبراء لا ينطبق على المسالمين نعم من غير ملتنا، لا ينطبق على المسالمين منهم، بل العكس، المسالمون من غير ملتنا ينطبق عليهم مفهوم البر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب كيف ابتلينا بفهم داعش والقاعدة في تكفير يعني المفاصلة مع يعني غير المسلم؟ هذا أهم سؤال، هذا حقيقة سؤال الحلقة، ولكن أنا أتمنى يعني أن نتوسع فيه بعد هذا الفاصل القصير الذي سنأخذه، ثم نعود إليك في لنتبحر، لأنه إشكاليتنا في هذه الجماعات انطلقت في هذا المفهوم. أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذا الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون في حلقتنا التخصصية اليوم، وسؤال: هل التوسع في البراء وفي الولاء والبراء أدى للغلو؟ وضيفنا الشيخ ونيس المبروك، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. شيخ ونيس، الحقيقة يعني ربما لا أنا ولا متابعيني سندخل معكم في العمق، ولكن نحن أمام حال يصعب علينا. داعش أساءت للأمة، أساءت للدين، شوهت الإسلام، والسبب بما نقرأ من بعض أن السبب في موضوع التوسع في الولاء والبراء. أنت للتو قلت أنه لا، يعني نفرق بين المحاربين وغير المحاربين منهم. طيب هؤلاء لماذا أسقطوها على الجميع؟ هذا سؤال جيد، وأيضا بصراحة لازم أعرج عن مسألة مهمة. أنا أشعر أنكم أنتم يعني كإعلاميين، كمراكز دراسات، بدأت تعالج المسألة من جذورها، لأن هناك أفكار مؤسسة لما نحن نراه من إرهاب وغلو وكذا. فمعالجة هذه الأفكار المؤسسة هو أهم شيء، لأنك أنت تصل إلى أسباب الداء، وأسباب الداء هي منظومة من الأفكار الدينية الخاطئة. لابد أن نعترف أن هناك عدة أسباب ولدت لنا هذه الظواهر. أول سبب هو أستطيع أن نسميه سبب ديني. ما معنى سبب ديني؟ سبب فهم خاطئ لنصوص دينية. يعني عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. إذن هناك منظومة كبيرة من النصوص التي وردت. سورة التوبة تبدأ بالبراءة. إذن لابد أن نعترف أولا أن هناك ظاهر نصوص لو اقتطعناها من سياقها ومساقها ولحاقها وسباقها وواقعها ودلالة اللغة العربية الواسعة، لابد أن ينشأ هذا الفهم الخاطئ. وإذا نشأ هذا الفهم الخاطئ أو قصد به فهما خاطئا، سيوظف دينيا توظيفا خاطئا. طيب شيخ ونيس، أنا أستأذنك فقط لأنه معنا هذه المداخلة العجلة من السعودية، من الشيخ الدكتور بندر الشويقي الأكاديمي بجامعة الإمام. حياكم الله دكتور بندر. حياكم الله دكتور عبد العزيز. شيخ بندر، يعني سريعا، تبتلى الأمة اليوم بداعش، وقبلها بالقاعدة، وقبلها بالجماعة الإسلامية، ومن جيل إلى جيل بما أشار له الشيخ ونيس المبروك ضيفي هنا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. المتهم فيها بما نقرأ وبما قرأت أنت قاعدة الولاء والبراء، وأن التوسع في هذا المفهوم أدى إلى هذا التطرف. كيف تقرأ وجاهة هذا الاتهام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باختصار، هي القضية ليست قضية توسع أو قضية سوء فهم، كما يحصل في كثير من مسائل الشرع ومسائل الدين. هذا الباب، باب الحكم على من ينتسب لدين الإسلام من أهل الشهادتين، الحكم عليه بالخروج من دائرة الإسلام، هو من قديم يحصل فيه الخلل من جهة الإفراط والتفريط.
والمطلوب في ذلك الاعتدال والتوسط. وأصل الإشكال في تصوري، أصل الإشكال تصدي يعني من ليس مؤهلا لمثل هذه الأمور فتقع مثلها. تاريخيا لم يحسم أبدا أن هذا الباب يفتي به أي أحد، بل يعني حتى تجد أكابر أهل العلم إذا جاءوا لأبواب الباب الردة خاصة الموجود في كتب الفقه، إذا جاء التقعيد والتأسيس النظري يتحدثون، فإذا جاء التنزيل تجد الكثير من التحرز والكثير من الاحتياط، وربما يحجم العالم أيضا ويحيل الأمر لمن هو أعلم منه. الموجود الآن كأنه تشوف للفتية، تشوف للصدارة، تشوف للحكم، وكأن الجرأة في هذا الباب هي علامة الغيرة دائما وهي علامة الحمية على الدين. هذا الأمر ليس بمحمود، يعني مثل هذه الأمور قدر يعني يبتلى بها العالم فيعني يجد الحرج الكبير فيها من جهة التباس الواقع وعدم وضوح الصورة، لا من أجل هناك خلل في القاعدة نفسها. يعني مسائل الولاء والبراء هي مسألة أصل الديانة، بمعنى أن الحب والكره في دين الله تبارك وتعالى قاعدته وأساسه هو الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحب في الله والبغض في الله الذي هو اصطلح على تسميته بالولاء والبراء، ليس كل دوائره يعني تندرج في باب الردة. منه ما هو نقص في الإيمان ومنه ما هو ناقض للإيمان. التمييز بين هذا وهذا هو الذي يميز أهل العلم من غيرهم. طيب هنا شيخ، يعني هل تنزل آيات الولاء والبراء على المحاربين أم يدخل فيه المسالمون وغير المسالمين من غير المسلمين؟ القتال شيء آخر والتكفير شيء آخر. يعني الولاء والبراء ما الذي يقصد به؟ هي نفرة القلب ممن كفر بالله جل وعلا، هذا أصله بغضة كرهة، عدم الاطمئنان لمن كفر بالله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعني هذا التعدي عليه؟ هل يعني هذا بالضرورة إباحة دمه؟ هذه مسألة أخرى، يعني متى يقع مثل هذه الأمور؟ طيب برأيك أنت تقول مسألة أخرى، يعني برأيك ليس كل من أبغضته يعني هذا أن دمه حلال وأنه يعني قتله مباح. لا، هذه مسائل فيها تفصيلات معروفة عند أهل العلم، ليس هذا الإطلاق ولاء وبراء هل هو يخص محارب أو مسالم. لا، أصل البراء من أهل الكفر هذا معناه، لكن البراءة من أهل الكفر تعني قتلهم ضرورة؟ لا، ليس الأمر بهذه البساطة والصورة. طيب شيخ بندر، وانت قرأت هذا يعني خلال الفترات الماضية بأن المدرسة السلفية تتهم بأن يعني وراء هذا الفهم في موضوع التوسع في قضية الولاء والبراء وابن تيمية تحديدا، وقرأت يعني عدة مقالات وعدة اتهامات في هذا الموضوع، يعني فعلا كيف نفرق الآن هذا الفهم الذي أنت تقرأ لنصوص الدواعش؟ هؤلاء تجدهم يقولوا ابن تيمية ويجيب أئمة السلف، هذا الفهم المنحرف الذي وصلوا له كيف وصلوا له؟ أبدا، يعني الموجود عند ابن تيمية موجود عند غيره، المسألة محل اتفاق بين أهل العلم من حيث جملتها، ليست هي من المسائل التي يتباين فيها مدرسة سلفية من غير سلفية. يعني هذا الباب خاصة، مسألة بغض الكافر، مسألة النفرة من، مسألة مظاهرة أهل الكفر، مجمل مسائل هذا الباب هي محل اتفاق بين أهل العلم. لكن يأتي الإشكال دائما في عدم تمييز المسائل بعضها عن بعض، عدم تمييز الصور بعضها عن بعض، في تصدي من يعني يتشوف للتصدي لهذه المسائل ولا يجد عنده أي تحرز ولا تحرج ولا أي تحوط في تنزيل الأحكام. هنا يقع الخلل، وإلا هذه المسألة لن تجد عند غير ابن تيمية إلا ما هو مثل ما عند ابن تيمية وغير من أهل العلم. هذه المسألة خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تجد هناك من أهل زمانه من خالف في مسائل تتعلق مثلا بخرافات قبور، مسائل في الأسماء والصفات ونحو ذلك. أما هذا الباب مسألة العلاقة مع أهل الكفر، ومتى تكون متى من الذي يبغض ومن الذي يحب، حكم مظاهرة أهل الكفر، لا تجد عنده شيئا زاهدا أما عند غيره. طيب شيخ بندر، كيف يمكن تصحيح هذا الفهم بحيث نوقف يعني جحافل هؤلاء الشباب الذين يعني التاثوا بهذا الفكر المنحرف؟ كيف يعني نفهمهم؟ على من تقع يعني وسيلة إفهامهم بأن هذا الفهم لمفهوم الولاء والبراء خطأ من أصله؟ هو هذه المشكلة هي جزء من مشكلة أعرض وأوسع. يعني ربما هذه المسألة وهذا الإشكال الذي نبتلى به
فقط يتضح بسبب اتصاله بالدماء والفتن، وإلا الشباب الآن تتقاذفهم أفكار واتجاهات متعددة يمة ويسرى، إفراط وتفريط، غلو، وحتى يعني مسائل إلحاد. فهذه الفوضى في الأفكار التي تعيشها الساحة بعضها يغضي بعض لأنها نقائف، هذا يغلو يمنا يقابل غلو في اليسار. المسؤولية في مثل هذه الأمور هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية أنظمة، حكومات، نظم تعليم، مسؤولية أهل علم، مسؤولية أسرة، مسؤولية تربية، هي مسؤولية مركبة. لا كيف مسؤولية أسرة شيخ بندر؟ مسؤولية أسرة إيش يعرف الأب بالولاء والبراء وهذه الأشياء التخصصية الدقيقة الله يحفظه؟ لا، ليس بالضرورة أن يعرف هذا بتفصيله، لكن تربية الابن، الابن الآن الشاب إذا كان يعيش في تناقضات بين ما يتعلمه ما يقرأ في القرآن وبين ما يراه في واقعه وبين ما يدرسه في مدرسته وبين هذه الفوضى الفكرية الموجودة هي التي تولد مثل هذه الاتجاهات المضطربة. يعني الشباب الآن يعيشون حالة من الاضطراب ومن يعني موج يعني متلاطم من الأفكار يمنى ويسرى، يحتاجون إلى نوع من الاستقرار داخل الأسرة، علاقة جيدة مع الأسرة، علاقة جيدة بأهل العلم، التربية النفسية وتنشئة تجعلهم غير متشوفين بهذه المسائل، يحيلونها لمن هم أعلم منهم. هذا ما نعنيه، ليس بالضرورة أن من يربي يكون فقيها وعالما، هذا لا يكون مطالبة كل رب أسرة أن يكون بهذه الطريقة. الشيخ بندر، وربما آخر سؤال، وأنت طرحت أنه هناك دور للحكومات، دور للمسؤولين، دور للتعليم، دور للأسرة وكذا، ولكن هناك من يقول أنه بضرورة يعني إعادة صياغة هذه المفاهيم أو عصرنتها تواكب العصر، تواكب فهم هؤلاء الشباب، هل ترى أن هذا أيضا أحد الحلول؟ أن هذه المسائل لا تندرج تحت هذا الباب، يعني عندما تتكلم عن صياغة، تتكلم عن نوازل، أشياء جديدة، هذا حكم مستقر مقرر في كتاب الله ومن أصول الإسلام ومن أصول أهل السنة، لا يجوز العبث بهذه الطريقة. أنا أقول الإشكال يعني الآن الموجود أن الشباب بدل أن ينشأ تنشئة علمية ناضجة، بدل أن يتلقى مفاهيم نقية، بدل يبدأ يعيش في تناقضات بدءا من الأفكار حتى أيضا الغرائز والشهوات. المجتمع الآن يؤكب أكبر ضحاياه هم الشباب، يضغط عليهم ضغط شديد، ثم عندما تخرج مثل هذه النتائج يجب أن نعيدها لأسبابها، لمسبباتها، من أين نشأت، من أين جاءت. يعني الآن كثير من هؤلاء الشباب، أكثرهم، لا أقول كثير منهم، لو تسأله ما يرى ليس له خبرة لا بكلام شيخ الإسلام ولا قرأ له، لكنها فقط نقول يقتطفها من جوجل، من مواقع النت، من رسالة من هنا أو هناك. لا تستطيع أن تقول أن استقى هذه الفكرة من هناك، هو يأخذ الكلام ليتكئ عليه فقط، لم يتفقه على كتب أهل العلم، لا درسها ولا عرفها. فكثير منهم بالفعل قد يخاطبك بآية، بحديث، بنقل عن عالم، لكنها أشياء يحفظها حفظ لأجل أن يجادل بها. أما أن تفقه تعلم، هذا الأمر قليل جدا في هذه الشرائح من الشباب، ومن خالط وجالس أو ناقش أو أخذ وأعطى معهم يعرف مثل هذا الأمر. طيب، القضية الآن المسؤولية كما قلت هي ثمرة مجموعة عوامل، الآن نحن نجني ثمارها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبتها خير. آمين. الدكتور بندر الشويقي الأكاديمي بجامعة الإمام، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. آتي إليك لأناقش الحقيقة، وكان أنا كنت حريصا على أني أسمع يعني رأي الشيخ بندر كيعني أحد طلبة العلم في السعودية، وأيضا معنا من اليمن الشيخ أحمد المعلم رئيس مجلس علماء أهل السنة بحضرموت. لكن آتي لك يا شيخ ونيس، أريد أيضا يعني أفصل معك ما قاله الشيخ بندر في هذا، هل فعلا أنه هو حال السبب إلى أن بعض صغار طلبة العلم تعرض للفتية التي كان يعني يتجنبها كبار السلف، فمن هنا أوتيت داعش وأوتيت هذه الحركات الإسلامية؟ طبعا، وهذا سبب مهم، هو أشار لأسباب كثيرة، أحسن عندما أشار لشبكة من الأسباب، لأن الغلو هو ظاهرة إن صح التعبير بلغة العصر، ظاهرة اجتماعية، والظواهر الاجتماعية مدخلاتها كثيرة، في أسباب اقتصادية ممكن تكون بطالة، في أسباب نفسية، في أسباب بيتية، الولد يعني يعيش في نوع من الاضطهاد، في أسباب دينية. ونعتقد أن هذا شيء مهم، لأن هذا المفهوم أخي عبد العزيز، يعني هذا المفهوم يشكل حتى عند بعض الدعاة في الحقيقة. نعم. مثلا أقول لك شيء، أنا أسأل سؤال لبعض الدعاة، سؤال مباشر. جميل. هل يمكن
أن أحب اليهودي؟ هل يمكن أن أحب النصراني؟ الحب بمعنى المودة، هل صحيح. هذا يمكن ولا لا؟ أنا أجيب نعم وانتظر منهم الإجابة. أنا أقول نعم، وفق الشريعة الإسلامية يمكن أن يمكن أحب النصراني، يمكن أن تحب اليهودي والنصراني؟ وأحب اليهودي نعم. وأحب النصراني، ودليلي على ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت في الصحيحين نعم. هنا هذا الوصف من أحببت هو عمه نعم، وقطعا لم يكن مسلما نعم. فهذه المحبة هي لون من ألوان التي جبل الله عز وجل الناس عليها نعم. هناك نوع من المحبة الفطرية، هناك نوع من المحبة إن صح التعبير الاجتماعية، تحب الإنسان لأنه خلوق معك، لأنه مؤدب. أنا عشت فترة يعني لا بأس بها في الغرب نعم. أنت عندما تعيش مع الغربيين هم لا يعرفوا هذه القضايا التي نحن نناقشها الآن نعم. يحسن إليك، يعودك إن مرضت، ربما حتى يدفع أمواله، ربما يتعاطف معك نعم. تعرف كانوا كثير من اليهود يتعاطفون معنا في المظاهرات والمسيرات. إذن هل أقول أنا لا أحبه؟ تعال أذهب لك لمسألة أخرى. لا تجد، الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب أليسوا هؤلاء محادين لله ورسوله؟ تمام، هنا الآية تقول يوادون، أي نعم. النهي عن الود نعم. طيب كيف أفعل وكيف يفعل المسلم إذا تزوج نصرانية أو يهودية محصنة أباح نعم. له الإسلام ذلك، والله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة نعم. سيكون هناك مودة مع هذه الزوجة نعم. إذن هل هذا تناقض؟ هذا تناقض في فهوم الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص. إنما هنا المراد بهذا الولاء وهذا البراء هو الولاء العقدي، أي نعم. أن تحب الإنسان لعقيدته. هنا طبعا هنا إشكال كبير نعم. لا شك أن هذا حتى قد يخرج الإنسان من الملة قطعا نعم. إذا أحببت الإنسان وهو يقول أن الله ثالث ثلاثة، فأنت نعم. أحببت هذه العقيدة نعم. إذن هذا الاقتراب هذا اقتراب عقدي، وهذا هو المعني بالقرآن. كل الآيات التي وردت في الولاء والبراء إنما تعني الولاء العقدي، ولا تعني الولاء الفطري، ولا تعني الولاء الاجتماعي، ولا تعني الولاء بمعنى. ولهذا أنا ذكرت لك يعني هذه الآية صريحة في هذه المسألة. ولهذا الإمام النووي عندما جاء في الأربعين النووية يشرح في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه نعم. والله الإمام النووي لو موجود الآن لأعطوه الكرت الأحمر، خرجوا نعم. من الملة. عندما جاء لشرح هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما نعم. يحب لنفسه، قال والراجح والأولى أن هذه الأخوة أخوة عامة تشمل المسلم والكافر. نعم. هنا ما معنى هنا الأخوة؟ هي أخوة الإنسانية نعم. أنك تحب الإنسان إن لم يكن عدو لك نعم. لم يكن عدو بمعنى محارب نعم. محارب لك، هو إنسان. هذا أنا يربطني بالإنسان، الولاء الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب. وأنا ذكرت لك في بداية الحلقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب عقيل محبتين، فهذه المحبة للوطن أو محبة للقبيلة، أنت لا تحب أبناء عمومتك، كيف أنا لا؟ حتى لو كان ابن عمي والعياذ بالله مثلا مرتد. طيب أو كذا أنا أو كذا. الكلام الذي فصلت فيه الحقيقة لب المسألة نعم. وأنا سآتي للشيخ أحمد المعلم من حضرموت، رئيس مجلس علماء أهل السنة هناك. حياكم الله يا شيخ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله المستمعين والمشاهدين، وحيا الله ضيفك الكريم الدكتور بندر. بندر دكتور وليد. إيه نعم. يا شيخ أحمد، طبعا ضيفي في الاستوديو الشيخ ونيس المبروك، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لكن هنا سؤال وطرحه الشيخ ونيس: هل يمكن أن أنا أحب اليهودي وأحب النصراني؟ الشيخ ونيس قال نعم وساق أدلته، هل تؤيده؟ أنا سمعت كلام دكتور وليد وكلام جيد، والتفريق أين المودة من أجل العقيدة ومن أجل الدين الذي يحمله ويدين به هذا الإنسان، فرق بينه وبين أن أحبه لعامل آخر، مثل ما ذكر الزوج المسلم يحب زوجته النصرانية للمودة التي الله عز وجل جعلها في قلبه لكونها زوجة له.
أو يحب جاره النصراني أو اليهودي أو أي نوع من أنواع غير المسلمين لعامل الجانب الاجتماعي وللخلق والمعاملة الحسنة التي يعامله بها، هذا كله لا غبار عليه ولا يدخل في النهي عن موالاة الكفار. إذن أنت متفق معه، ولكن أنا عندي سؤال والسادة المشاهدين، ابتلينا بداعش، يعني هذا الانحراف الفكري لداعش الذي قاموا في تكفير المجتمعات الإسلامية، في تكفير الحكام، في البغض الكفار والتفجيرات، حتى تفجيرات الآمنين هناك، وأساءوا للإسلام وشوهوا صورته، من أي باب انحرفوا؟ انحرفوا بارك الله فيك من عدة جهات، من جهل الكثير من هؤلاء الشباب وحتى من أولئك القادة الذين يقودونهم، من جهلهم بالمعاني الصحيحة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأقوال العلماء، حيث صاروا ينزلون كلام الله، ينزلون الآيات على غير منازلها، كما ذكر عبد الله بن عمر عن الخوارج أنهم أتوا إلى آيات أو ذهبوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في الكفار فحملوها على المسلمين، وكذلك الأحاديث يفهمونها فهما خاطئا، وثالثا كلام العلماء، نعم من قد يجدون في كلام بعض من العلماء نوع من الشدة فيتمسكون به دون غيره من كلام العلماء الآخرين، وفوق ذلك هم ينزلون كلام هؤلاء العلماء على غير منزله. لو أن العالم اليوم موجود وطلب منه أن يشرح معنى كلامه هذا الذي يحتجون به لكان كلامه تفسيره لهذا الكلام، لهذا التقرير الذي قرره في كتابه، لكان شيئا آخر غير ما يتمسكون به. ولكن هؤلاء فقط غرست في نفوسهم الشدة، غرس في نفوسهم الغلو، فلا يرون من الأقوال إلا أشدها ويتجنبون ما دون ذلك، ومن هنا وقعوا في التكفير بسبب الولاء والبراء وبسبب التحكيم وبغير ذلك من الأسباب. فهذا ملحظ مهم جدا يجب أن نتدارسه، وسبب يجب أن نسده عليهم وألا نبقيه، لأنه إذا بقي السبب سوف يستمر الأثر والنتيجة، فعلينا أن نسد مثل هذه طيب الآثار. جميل جميل، أنا أستاذنك الصحيح يا شيخ أحمد، أرجو أن تبقى معي لأخذ رأي الشيخ ونيس المبروك فيما قالوا. الشيخ أحمد استمعت، يقول أنه أحد الأسباب المهمة أنه هؤلاء الشباب يذهبوا إلى أشد أقوال العلماء، ما نقول تطرفا لكن الشديدة، ويأخذ بها ويترك باقي أقوال العلماء. هو كما قلت لك والمشاهد الكريم، تفتيت هذه الظاهرة يحتاج تسليط الضوء على عدة جوانب، هو ولهذا لم يكن عبثا أن علماءنا قديما سموا بعض هؤلاء الناس أهل الأهواء. نعم. المسألة لها علاقة بفهم خاطئ رغم الإخلاص، قد يكون الإنسان مخلص. هذا شيخنا بن بهية يقال أنه مرة قال أن أكثر أهل النار من أصحاب النوايا الحسنة. يعني النية الحسنة لا تشفع الإنسان، يعني صحيح. الخوارج يقال أنهم كانوا عباد وكذا ونواياهم، قد يكون الداعشي هذا أو كذا نيته حسنة، لا ندري النوايا، لكن النية الحسنة لا تشفع. هناك هدي لابد أن تكون على الصراط المستقيم، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة لا شك معقدة ولا يمكن الحكم عليها بشيء واحد، لكن أنا ما يهمني أكثر بصراحة، وأنت أشرت إليه إشارة جيدة في البداية، هو ألا يتهم هذا الدين. نعم. يا أخي أنت تريد أن تكون مجرم، هذه مسألة تخصك،
أنت مريض لا تفهم الدين، هذه مسألة تخصك، اذهب وتعلم، لكن لا تحمل الدين الإسلامي الذي من اسمه الإسلام السلام تحمله معاني التكفير والتفجير والتخدير والهدم والدماء والكذا وتستدل بنصوص دينية. دكتور ونيس، هنا الإشكال، يعني أن حتى الإعلام الغربي بمكره طبعاً يعني هذا نمذج إسلام داعش وقدمه للعالم لأننا أن هذا هو الإسلام. لازم نعترف أخي الكريم، لازم نعترف من بني جلدتنا من أمتنا، هؤلاء الشباب أتوا من المريخ يا أخي، هذو ظهروا من بيوتنا، لازم أن نعترف. صحيح أن الإرهاب لا دين له، يعني ما مارسه اليهود والأمريكان من إرهاب في هيروشيما ونجازاكي وفي العراق وفي كذا وفي البوسنة كثير، لكن لازم أن نعترف أن هؤلاء يتذرعون بنصوص دينية. صحيح. وأنا أختم، أريد أن أقول شيء رائع ذكره الفخر الرازي في تفسير الكبير، أنه دائرة الولاء هناك ثلاث دوائر. هناك دائرة التي ذكرتها، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. قال هناك الولاء المباح اللي هو الولاء العاطفي والحب الفطري وكذا، وهناك الولاء المحرم الذي قد يخرج من الملة وهو الولاء العقدي. لأنه نوع من التصويب لعقائد الكافر، إذا وليته على كفره إذن أنت رضيت بهذا الكفر. لكن هناك نوع ثالث، وأعتقد أن هذا أوتي منه كثير من الشباب، ذكره الفخر الرازي، وهو الولاء المحرم. وهو ما قام به سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وكان سبب نزول هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هنا هذا الولاء لم يخرج سيدنا حاطب بن أبي بلتعة من الملة. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة والى أهل مشركي قريش ومحاربون من؟ محاربون مصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني هو والى جيش آخر ولمصلحة لبعض بعض الديار أو الزروع أو كذا، بعث لهم برسالة. هل أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ملة؟ لا. ورغم أن هذه الآية نزلت، وبالتالي هناك نوع من الولاء الذي هو ولاء محرم، وهو كبير من الكبائر دون شك، ولكنه لا يرقى لمستوى الردة والتكفير. أنا أتمنى من الشباب وهم يستمعون إلي الآن أن ينظروا ويفحصوا هذه الآية وسبب نزولها وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حاطب. الآن لو واحد منا، أنا أضرب مثل والدين لا يترك لأن تتلاعب به الأهواء أو يكون مع عاطفة البغض أو الحب. صحيح. لو الآن واحد من بني جلدتنا أرسل رسالة مثلا لعدو من أعداء أوطاننا، رسالة يقول لهم في هناك معسكر في الرياض ولا معسكر في كذا، خيانة كبرى هذه. هذه خيانة كبرى، ولكنها رغم كل هذا لا تخرج من الملة. هي كبيرة ويعاقب عليها ربما حتى عقوبة تصل للإعدام. صحيح. ولكن لا نحكم عليه بالكفر. يا شباب، الكفر جريمة كبيرة جدا. إذا كفرت الإنسان ستترتب على هذا التكفير آثار، استحلال الدم، التفريق بين الزوجة، لا يدفن. الكفر جريمة كبيرة، ولهذا لا يمكن نحن نأخذ بظاهر الناس. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، والكفر حكم قضائي. شيخ ونيس، دعني أذهب للشيخ أحمد المعلم لأريد منه أيضا يعني رأيه في ما قلت. شيخ أحمد، يعني ظاهرة أو استسهال تكفير المجتمعات وتكفير الأفراد، أيضا هؤلاء الشباب في داعش والقاعدة وغيرها من منظمات التطرف والإرهاب، يعني لماذا استسهلوا هذا الأمر؟ شوف يا أخي، بارك الله فيك. هذا كما ذكر الدكتور، الأهواء إذا دخلت على قلب الإنسان وعقله فهي تتجارى به كما يتجارى الكلب في صاحبه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة، في زمن علي بن أبي طالب، يعني كيف كان للخوارج الأولين أن يكفروا عليا والصحابة؟ فهذه أهواء وجدت من يغذيها، ووجدت من يصوبها، ووجدت أسباب أخرى تدفع لها، فاستمرت. واجب علينا جميعا أن نعمل على كما ذكر الدكتور جزاه الله خير، أن نعمل على بث المفاهيم الصحيحة بشكل واضح وصريح وقوي ومتوالي، ونبت الأفكار والمفاهيم السيئة، وبرفق مع هؤلاء
المغرر بهم. أما المندسون في أوصاف هذه الجماعات فهذه يعني مشكلة أخرى كبيرة، لأن هؤلاء يفعلون ويتصرفون من أجل أن يشوهوا الإسلام، من أجل أن يجرموا الإسلام ويجرموا المسلمين، فلا حيلة بهم إلا بأن نقوي حصوننا حتى لا تخترق ولا يتجرم. أنت تقول هنا يا شيخ أحمد، شيخ أحمد تقول المندسون فيهم، ماذا تقصد مندسون؟ هل هي أجهزة استخبارات يعني غربية وإيرانية؟ أنا أقصد أن هناك من الأعداء من سلط مندسين متابعين عملاء يعملون عملا فكريا مخربا عدوانيا يفسدون به ويهدمون قيم الإسلام وقيم الأمة الإسلامية، ويريدون بذلك أن يتوصلوا إلى أشياء أخرى سياسية وغيرها. طيب أنت برأيك، وهذا آخر سؤال يا شيخ أحمد، يعني فعلا يعني أنت أحد المنخرطين وعندكم أيضا في اليمن مجموعات القاعدة وابتليتم بها، وأكيد جلست مع بعض هؤلاء الشباب ويعني تناقشوا معك، كيف يمكن يعني ما هو الحل الذي يمكن أن تقدمه لنا يعني في إعادة هؤلاء الشباب، في تنويرهم بالمسلك الخاطئ، المسلك الفكري الخاطئ الذي هم عليه؟ والله شباب صغار يعني يحترق قلبك أنهم يذهبوا في النهاية يكفروا المجتمعات ويفجروا أنفسهم. صحيح. نعم، من جملة الأسباب التي يمكن أن نصل بها إلى قلوب هؤلاء منها أن يكون حوار جاد وصادق مبني على دراسة نفسية ودراسة علمية ودراسة اجتماعية يعني نحاور به هؤلاء، وأيضا يكون منطق الحوار منطق الإشفاق ومنطق الرحمة بهم ومنطق المحبة لهم، لا منطق العدوانية أو الاستعداء والاستفزاز لهم. هذا واحد من الأسباب المهمة التي يمكن أن نجذبهم بها. كذلك أن نحاول المؤدية إلى ذلك مثل الفساد الخلقي ومثل الظلم الذي يقع على المسلمين فيما بينهم وبين، وكذلك أيضا ظلم المعتدين على المسلمين، فظلم اليهود والنصارى وغيرهم من الأعداء الذين يقتلون المسلمين ويدمرون بلاد المسلمين ويحتجون بالمسلمين في جميع جوانب حياتهم، لا شك أن هذا يثير ويستفز هؤلاء الشباب. فنحن كلما استطعنا أن يعني نزيل هذه الأسباب، نعم، كلما استطعنا هذه الى اقناع هؤلاء الشباب. جميع هذه الحلول التي طرحتها جيدة يا شيخ أحمد. سؤال صغير جدا، لأنه هذا الاتهام يروج كثيرا كثيرا في الساحات الشرعية من أن بعض يعني طلبة العلم يعني من غير المدرسة السلفية يقولون أن المدرسة السلفية وراء هذا التوسع في مفهوم الولاء والبراء الذي أدى إلى الغلو، ويضربون بابن تيمية يعني تحديدا أنه يعني من يقوم بذلك. إلى أي مدى توافق أو تخالف هذه المقولة؟ أنا بالنسبة لابن تيمية رحمه الله تعالى أخالف هذه المقولة، وأقول أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أخذ كما أراده وفهم الفهم الصحيح فهو لا يؤدي إلى هذه الأمور وهذه الانحرافات، ولكن للأسف كما أشرت في أول الحديث أن هؤلاء ينزلون كلام العلماء سواء ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو أي واحد من العلماء، يأخذونه على أسوأ محامله وينزلونه هناك. ولو أنهم فهموا كلامهم ومقاصدهم وتطبيقهم العملي لهذه القواعد التي وضعوها لما كان في منهج هؤلاء الأئمة من أئمة السلف أي شيء من هذا الغلو وهذا
على التكفير غير المنضبط. الشيخ أحمد المعلم رئيس مجلس علماء أهل السنة بحضرموت، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أبدأ من آخر سؤال فعلا لأنه تروج ومر عليك يا شيخ، يعني فعلا ابن تيمية فعلا هو صاحب التوسع في قضية مفهوم الولاء والبراء، يعني هو على بساط العلم دائما التعميم خطأ علمي فادح. التعميم هذه قاعدة، التعميم خطأ علمي فادح أصلا. وشيخ الإسلام عالم كبير، يعني حتى لو أخطأ في التعبير كذا، يعني الذي يقول أن المدرسة السلفية، هذا حقيقة تعميم مخل. نعم. إمام المدرسة السلفية إن صح التعبير قبل حتى الإمام ابن تيمية هو الإمام أحمد. نعم. روى عنه الإصطخري في 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 طبقات الحنابلة أنه قال، هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد. نعم. كان يقول الذين يقولون هكذا، الذين يقولون نتبرأ من فلان ونوالي فلان، هذا الكلام بدعة. كان يصف الولاء والبراء بالمفهوم هذا الواسع يصفه بدعة. نعم. أنا قلت لك أن هذه المسألة قديما. نعم. وكان يكتوى بنارها كل أهل السنة. نعم. أنك تأخذ مفهوم وتقطعه من سياقه، وبالتالي الذي يحاول المدرسة السلفية مدرسة قامت على أصول مثلها مثل سائر المذاهب، ممكن أن تنتقد، ممكن أن تجدد، ممكن أن تطور، لكن أن توصف أن تحمل تحمل بالضبط مسؤولية. ولهذا أنت فتش عن علماء هذه المدرسة من قديم علماء الأثر إلى اليوم، لا تجد عالم يقول بهذا القول. نعم. قد تجد في بعض العبارات نوع من سد الذرائع، نوع من كذا. أنا لا أدافع عن تيار دون تيار، ولكن أنا أقول أولا التعميم خطأ، ثانيا العلماء الكبار تجدهم مهما عبروا تعبير، لكن عندما تسأله سؤالا مباشرا يتبرأ من هذا المفهوم. ثم محكم التنزيل، لاحظ أن هذه الأمور، أنا هذه كلمة أيضا للشباب، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. مودة. ولهذا لا يمكن أن يستقر الإنسان على 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 مقام واحد أو على حال واحد دائما. ولهذا نحن لا نكره الكفار في ذواتهم، نكره الكفر، نكره الظلم. وأنت أحيانا تجد بعض النصارى مسالمين والله أكثر من بني جلدتنا. صحيح. يعني الآن صحيح. هؤلاء يقتلون العلماء، هؤلاء الدواعش يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. بذبح العلماء، بذبح المحدثين. يعني ربما لو تأخذ هذا العالم وتضعه بين النصارى واليهود يكرموه. نعم. ويزوجوه. نعم. وينفقوا عليه، تضعه بين هؤلاء يذبحوه ويقتلوه شر قتله. أنا من أقرب لقلبي؟ أنا لا أقول أقرب عقديا. نعم. ولهذا أنا فصلت هذه المسألة. نعم. الولاء والبراء الوارد في محكم التنزيل هو الولاء العقدي، هو أن تصوب عقيدتهم وترتاح لعقيدتهم والعياذ بالله. أما هذا المودة، والله أنا بالنسبة لي يكون في قلبي مودة مع الإنسان المحسن الصدوق الوفي بالعهد، ولا يكون في قلبي مودة للمجرم الذي يذبح المسلمين باسم الإسلام. شيخ ونيس، أنتم في ليبيا ابتليتم أيضا بهؤلاء الدواعش، فبودي كيف يمكن إعادة هؤلاء إلى حظيرة الإسلام، إلى حظيرة الاعتدال، إلى حظيرة الوسطية. نعم. الذي عليها ديننا السمح. أنا أعتقد أن أول خطوة هي عدم التعميم أيضا. نعم. يعني مناتي، يعني ربما هذا الكلام لا يرضي كثير من الناس، لكن نعم. أنا أقول عندما نأتي للدواعش، نأتي للقاعدة، نأتي لأي طائفة. نعم. اتسمت بالغلو والتطرف، الخوارج، هم الخوارج انتهوا. نعم. لكن أفكارهم موجودة. أولا لا أعمم، أفصل في هؤلاء. منهم من هو عمل استخباراتي، يعني نحن أنت تؤيد موضوع المندسون التي الذي قال به؟ طبعا، يعني هذه أبسط شيء. يعني أي ضابط مخابرات هاوي، يعني حتى ليس محترف، يخرج يطلق اللحية ويرفع وكذا ويسمي نفسه أبو ويخترقهم ويكون معه أموال ويصلي معهم الليل، ثم بعد ذلك يحاول أن يوظف هذه العاطفة الدينية وهذا الكره مثلا للعدوان مثلا الغربي وكذا، يوظفها في التوظيف الثاني. هناك من له أسباب بطالة، يعني شاب تضربه البطالة، لا عمل ولا دراسة ولا كذا، وتحدثه نفسه بأشواق الآخرة وكذا. هناك أسباب اجتماعية. إذن ولهذا أنا مؤمن إيمان كبير بالحوار. نعم. كما فعل سيدنا العباس. نعم. عبد الله بن عباس مع الخوارج. نعم. أنا مؤمن بالحوار لأنهم لا يقفون في غلوهم وتطرفهم على أرضية علمية صلبة وجلسة فيها مكاشفة وفيها مودة وأمام
أنا أعتقد أنها ستأتي بثمار جيدة دون شك. شيخ ونيس المبروك، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الثرية والقيمة، والشكر لكم أنتم أيضا سادتي المشاهدين. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.